يا اختي يلا اختك سليمان استاذ هادر عارفها اصلا. طب انا هوريك ايه يا عم؟ محدش قاعد عليك ولا ايه يا عم؟ وريني يا عم الكلب بتاعي دي يا عم، ينفع اللي انت عملته ده؟ جاي بيمسك فيا ويضربني بالقلم. عكست اخته بالله عليك؟ ما شفتش اخته اصلا. طب لازم طيب اهدى، يعني الراجل ضربك بالقلم تروح موديه المستشفى دلوقتي كده؟ الله اعلم بقى دلوقتي حصل له ايه؟ السلام عليكم، هنتعلم الدفاع عن النفس ضد ضرب الازازه. المكسوره اقوى بخمس اضعاف من السكينه، على الاقل السكينه يعني هي جزء واحد كده مدبب ممكن تعرف تتصرف او تمسك مفصل، لكن دي شايفين عامله ازاي؟ شايفين البروزات والنتوءات بتاعتها؟ يا نهار ابيض، ده تقطع شرايين واورده وي وي، هي طبعا اصعب من السكين بالنسبه لي. تمام؟ ازاي ندافع عن نفسنا لو في حد هيضربني بزجاج مكسوره بالشكل ده؟ اتفضل يا استاذي. اول حاجه بالله عليك ما تحطش نفسك في مشاكل في حوارات مع اي حد، لو انت غلطان اعتذر وقول اسف. طيب فلنفترض ان في موقف حصل معاك مع شخص ما والموقف ده انتهى بالتصالح او انتهى من غير تصالح، دايما وانت خارج كن حريص وخلي بالك ان الشخص ده ممكن يتربص لك وممكن يغدر بيك، تخلي بالك. تمام؟ تلبس بقى واقف بطنك او تاخد معاك اي اداة في العربية، اي اداة في جيبك عشان تستخدمها وقت الخطر والضرورة. تمام؟ طيب تاني شيء على طول، دلوقتي في ازازة انا شفتها اهي بالشكل ده، لو في حد مثبتني بالازازة وعايز فلوسي محفظتي، يبقى هنا في الحالة دي حياتي اهم. تمام؟ تفضل المحفظة، تفضل الفلوس، سيبني اعيش. لكن في حالة لو الشخص ده مصمم يضربني ضرب همجي، لو حضرتك فعلا شايف انك استفدت حتى لو بمعلومة واحدة، اتمنى ان احنا نعمل اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس، وكمان هتتابعوا صفحاتي على انستجرام واتساب فيسبوك، هتلاقوا اللينكات كلها اسفل. يلا نكمل. يلا اضربني ضرب همجي بجد، اضرب 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 اضرب، يا نهار ابيض بس اوف خلاص. اوه ده الوضع هنا صعب جدا، لان الشخص ده عايز kill me، عاوز يقتلني. تمام؟ على طول على طول على طول، اول الازرق اول ما تلمح الازازه طلع الازازه، تقف بالجنب زي ما انا واقف بالشكل ده وتمد ايدك الاثنين لقدام عشان لا قدر الله لو في حاجه لمستك تلمس ايدك بسيطه، لكن ما تجيش في وشك. لكن دي ما تجيش فين؟ ما تجيش في وشك، خلاص مش هيكون ليك اصلا ملامح تاني. تمام؟ يبقى تقف بالجنب الاضرب وترجع ورا بالشكل ده. طيب لو لقيت مساحه، ها اجري ورايا، اجري بس خلاص بس خلاص. لو لقيت مساحه، لو لقيت مساحه تعرف تجري، اجري، خش اي بيت، اجري، بلغ الشرطه، اعمل اي حاجه. طيب لو انا ما لقيتش مساحه بقى على طول، وانا مثلا برجع اجري، تعالى مثلا معايا، مثلا برجع كده اهو قلب طوب بقى اهو، اي حاجه تلاقيها عاوز تضربني، اوعى 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 اهو، عاوز تضربني بالسكينه بالازازه اهو، مش بهزر، لقيت حصى، لقيت قلب طوب، تعالى معايا تعالى معايا اهو، رمل اهو، ممكن بالرمل، ممكن، شايفين شايفين ممكن ايه؟ ابري ابعد اهو بالرمل، اعميه اعميه خالص. انت هنا في حياه او موت. نيجي للموقف الاصعب، لو لا قدر الله مفيش مكان تجري فيه، مفيش ادوات تستخدمها، مفيش بوليس تتصل بيه، يبقى انت هنا لا حول لك ولا قوه، لازم تدافع عن نفسك وما تسيبش نفسك تموت كده زي الفرخه. تمام؟ انا كل تركيزي فين يا شباب؟ بصوا معايا، في المفاصل الجوينتس، بالله عليك بكل قوتك وصل دي في وشي، يلا ها وصل، لا 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 لا، قول قول والله العظيم بكل قوتي، والله العظيم بكل قوتي، يلا هاتها فيا، هاتها، ها ها في وشي، ها ها، مش عارف ليه مش عارف ليه مش عارف ليه مش عارف ليه بقول مش عارف ليه، شايفين بس خلاص. ليه مش عارف؟ لان ماسك الجوينتس بتاعته، طول ما انا ماسك المفاصل يبقى مش هيعرف يتحكم في نفسه. تمام؟ يبقى دلوقتي يا شباب انا مفيش مكان خالص اجري فيه وحد طلع السكينه، يبقى لازم اخد حذري،
بالشكل ده. يلا افضل اضرب يمين شمال اهو بيحاول يضرب يضرب يضرب. هدفنا بقى فين؟ بصوا معايا. مش هو دلوقتي ايده اهي وهو بيضرب وبيعمل ايه معاك؟ بص بص هو بيفضل يعمل لك واحد اثنين ثلاثة. يعني بص لما يجي يضرب كده ايده بتنزل، انا ممكن اهجم هنا ممكن اهجم هنا، وهو بيعمل كده ايده بتطلع ممكن اهجم هنا، وهو بيعمل كده ايده جنب الجنب. عايز اقول لك ان في تحركات انت ممكن تنقذ نفسك بيها، تمام؟ فدايما ما تهاجمش عليه، ها اضرب وهو كده مثلا. لا اضرب بسرعه 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 بسرعه. ها اهو شايفين اهو ايدي جت فين؟ وطيت وهي فوق عند المفصل، مجرد ما مسكت المفصل لبسوا الخوذه خوذة. مجرد ما مسكت المفصل بسرعة عشان ما يلحقش يضرب بيده، دي ضربات ايه؟ متتالية اهو 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 اهو، ضربات ايه؟ متتالية على طول، واجري بعدين، تمام؟ وفي يا شباب طرق تانية ممكن برضو نستخدمها، وهي ان احنا ممكن نوقعه على الارض من تحت. تعالوا نشوف ونرجع تاني. التكنيك التقنيه الثانيه بقى، تعال تعال زي ما احنا امسك. التقنيه الثانيه بقى حركه مهاريه، انك في ثانيه تجيبه من تحت. هديك الحركه، اقف معايا. بعمل ايه؟ بدخل رجلي كده تحت اهي في النص، وامسك ركبته من ورا اهو، واخش بكتفي ده في كده اهو مره واحده، باخدها وانا وهو بقى داخل عليا بالسكينه. تاني هو ماسك السكين، بصوا بعمل ايه؟ بنزل تحت بالشكل ده تحت اهو، واجيب ركبته زي ما انت، واحط كتف عند الفخذ هنا، وازق بقوه كده. بس التقنيه دي لازم تيجي فين؟ في ثواني، في ثواني. يبقى انا اهو واحد معايا وهشوف السكين، يلا اهو بس في الحته. انا بعت مجرد ما انا بعت، يلا خش معايا بسرعه خش معايا. مجرد ما بص اهو دخلت معاك اهو على طول، نزلت اهو. بس لما انزل بقى افتح ايدي كده، لان ممكن يضرب، لازم افتح ايدي كده عليه اهو، واضرب 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 اهو، واضرب ضرب متتاليه، ضربات متتاليه. فانت لو رقم واحد خد حذرك كويس، لو اتحطيت في مشكله امشي باي اداه معاك، باي اداه معاك، لان وارد يغدر بيك. تاني شيء، لو حصلت في لو حصلت المشكله، لو عرفت تطير تجري اجري. تالت شيء، استخدم الادوات، كرسي طوب رمل زلط اي حاجه. رابعا، لو جه يضربك ركز على المفصل، اضرب اهو، ها اضرب جامد 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 اهو، الواقعيه اهو، ها يلا خش عليا خش عليا خش خش اهو اهو، ها جامد اهو اهو اهو، واضرب اهو واضرب واضرب اهو واضرب اهو تحت الحزام تحت الحزام، وازق واجري. ما سيبش نفسي خالص اموت تاني زي الفراخ كده وخلاص، ما ينفعش. رابع شيء، لو بسرعه وقعه، يلا اضرب معايا اضرب او انزل او خش معايا اهو اهو، واكمل معايا واكمل اهو واكمل كمل اهو واكمل معايا، ما تسيبش نفسي اموت، تمام؟ بس شباب اتمنى نكون استفدنا من الحلقه ديت، شكرا ليك.